تسألني ما أجمل شعور في الدنيا؟ فأقول لك أن تشعر أنك لا تهون، أن تشعر أنك بمأمن ولو أخطأت، وأنك مفهوم ولو خانتك مفرداتك، وأنك لا تستبدل ولو كنت في مزاج سيء، وأنك لا تغادر ولو شعرت أنت برغبة في أن تغادر. يا صاحبي، لا شيء أجمل من أن تعرف أن خاطرك سيشترى على الدوام، وأن دمعتك ستمسح مهما كان الظرف، وأن يدك لن تترك مهما بدا الوضع شائكاً.